ازيكم يا جماعه؟ النهارده في ستيفلر رياكشن جديد على هوم سينما. طبعا انا غيرت ولبست نص كم عشان بصراحه هموت من الحر، مش قادر، قلعت الجاكيت عشان خلاص، وبالمره قلت ان انا اغير هدومي عشان طبعا الفيديوهات تبقى يعني مختلفه شويه عن بعضها في اللبس، يعني لان اول فيديوهين اللي كنت عاملهم من شويه كنت لابس نفس اللبس علشان ما يتلخبطوش كلهم في بعضه، فقلت اغير يعني وكده، عشان لسه شكلها كده لسه في تريلرز عماله تنزل، وانا تقريبا انا عايش في مجره تانية تقريبا، مش معاكم هنا في كوكب الارض. انا مش فاهم هو في ايه، ولا يمكن عشان انا الفتره اللي فاتت كنت مشغول شويه بهومالون، بفيديوهات هومالون، عمال بنزل فيديوهات كتير وعمال اعمل فيديوهات كتير، فمش دريان اصلا ايه التريلرز اللي عماله تنزل، فيمكن انا ما اعرفش هو في ايه بصراحه. التريلر اللي احنا هنعمله رياكشن النهارده هو فيلم من الافلام اللي كانت نزلت زمان جدا وتعمل له 6 افلام، وهو سلسله افلام Wrong Turn. كان من نوعيه الافلام اللي بصراحه كانت يعني انا بحبها جدا، لان انا اصلا بحب افلام الجور. كان اول لما نزل تقريبا الجزء الاولاني كان نزل معاه The Hills Have Eyes، بس انا بصراحه انا لحد النهارده لسه مستني الجزء الثالث بتاع The Hills Have Eyes انه يتعمل، هو لسه لحد دلوقتي ما اتعملش معاه للاسف. الجزء الاولاني هو اللي بصراحه كان فشيخ، الجزء الثاني بصراحه انا ما عجبنيش خالص، ده بالنسبه لThe Hills Have Eyes. بالنسبه لفيلم Wrong Turn بصراحه اول جزئين اللي كانوا حلوين، الثالث كان اللي هو يعني شغال، بس بصراحه الجزء الرابع والجزء الخامس والجزء السادس بالنسبه لي كانوا زي الزفت الزفت الزفت، يعني الزفت من هنا للسنه الجايه كان وحش جدا. السنه دي Wrong Turn، سلسله Wrong Turn رجعت تعمل فيلم جديد برضو هينزل فيه فبراير مع Judas and the Black Messiah ومالكوم ان ماري، التو فيديوز اللي انا كنت عاملهم تريلر رياكشن قبل ده، وده هيتضاف معاهم في القائمه معاهم برضو. 25 فبراير هينزل Wrong Turn الجزء الجديد. نوعية الأفلام بتاعت Wrong Turn أو سواء The Wrong Turn أو The Hills Have Eyes أو The Texas Chainsaw Massacre، من نوعية الأفلام اللي هو دايما بيبقى فيه جروب شباب بيروحوا مكان ما أو بيعملوا حاجة ما، سواء بيعملوا كامبينج أو سواء بيعملوا هايكينج أو سواء بيعملوا باراشو، بيعملوا أي حاجة، وفي وقت بقى بيطلع دلوقتي بقى الكانيبلز اللي هو بتاع Wrong Turn أو في The Hills Have Eyes بيطلع الكانيبلز ياكلوا الناس اللي بيروحوا، او سواء تكساس تشينسو بيجي لهم اللي هو الليذر فيز يقتلهم بالمنشار، كل واحد بقى والقصه. بس تقريبا بتبقى نوعيه الافلام اللي بتبقى اللي هي جور دي بتبقى مبنيه دايما على نوعيه الافلام دي، او بتبقى دايما مبنيه على القصص دي، شويه شباب بيبقوا رايحين بيحصل شويه حاجات، وبعد كده يبتدي الفيلن او يبدا الوحش او يطلع وات ايفر يقدر يبدا يقتل فيهم. الناس اللي معانا في Wrong Turn الجزء ده بصراحه ما اعرفش ولا واحد فيهم، كلهم جداد، كلهم ممثلين جداد، وبالنسبه للكاتب وبالنسبه للمخرج تقريبا بالنسبه لي نفس الكلام، يعني الكاتب هو واحد اسمه آلان ميكرولي، بصراحه ما سمعتش عنه خالص. المخرج اللي هو مايك نيلسون هو مخرج الفيلم، برضو تقريبا معرفوش او ما شفتلهوش حاجة بصراحة عشان اكون صريح معاكو. دي هتكون اول علاقتي بيه بفيلم Wrong Turn اللي لسه هينزل فيه فبراير، اللي طبعا كالعادة ما شفتش التريلر ولا مرة، هشوف التريلر بتاعه دلوقتي الاول مرة هنا على هوم سينما. يلا بينا نشوف فيلم Wrong Turn تريلر 1. You know what we wouldn't have found if we would have stayed on the trail? The waterfall, the cliff. It's a story people know but don't talk about. Except in whispers, like a ghost story. We don't bother them. And they don't bother us. Yes! They don't come back. التريلر غريب شويه، التريلر غريب شويه عشان اكون صريح معاكو. انتوا لو اخدتوا بالكو كل اجزاء Wrong Turn في مكان، والتريلر التريلر بتاعهم كان في حاجه، والتريلر بتاع الفيلم ده حاجه تانية خالص. انتوا لو اخدتوا بالكو يعني لو جيتوا بصيتوا على التريلرز القديمه بتاعه Wrong Turn بتاع اول 6 اجزاء،
او بالاخص اول جزئين هتلاقي مركزين اكتر على حتة الجور، او مركزين اكتر على الناس اللي هم شكلهم وحش اللي بيطلعوا يقتلوا الناس وياكلوا الناس ومش عارف ايه. لو خدتوا بالكم بقى التريلر ده تقريبا مفيش اي حاجة ظهرت من اللي هم الناس اللي شكلهم وحش، يعني ما ظهرش غير واحد وشه شبه المعزة تقريبا وعنده مش عارف قرنين، ما ظهرش اي حاجة تانية. انتوا ما ظهر اللي هو اشكالهم اللي هم بيبقى شكلهم وحش دول ما ظهروش اصلا نهائي. احنا شفنا ناس بتتجر، شفنا ناس بتتخض، شفنا ناس مش عارف بيتعامل معاها جلاشة، بس ما شفناش اي حد خالص من نوعية الناس اللي هم شكلهم وحش بيطلعوا ياكلوا الناس، على عكس التريلرز اللي كانت موجودة في الاجزاء القديمة. ده شيء غريب فشخ. هو ده هيكون ريتد ار ولا هيكون بي جي 13؟ اكيد وش المفروض يبقى ريتد ار، اصل لو بي جي 13 لو ايه مش هتفرج عليه، مستحيل يكون بي جي 13 فيلم ده. هو فيلم متصور كمان في المانيا، اوكي انا ما كنتش عارف ان الفيلم متصور كمان في المانيا. بصوا اكون صريح معاكو، عشان انا بحب نوعية الافلام الجور، وبصراحة من بعد التلات اجزاء اللي هما التلاتة واربعة وخمسة وستة يعني بتاع رونج تيرن، بصراحة مش عايز احط امل كبير قوي في الفيلم ده او في ان السلسلة دي تكمل بعد كده في رونج تيرن او بتاع، لان انا كان نفسي بصراحة اتفرج على ذا هيلز هاف آيز جديد، ويا سلام لو كان يبقى بنفس الكاست بتاع الجزء الاولاني اللي هما البنت بمشعرة اصفر اللي كانت فضلت، وهو والولا والراجل ابو نضارة بشعر على جنب اللي راح خلص عليهم كلهم، يا سلام لو كانوا عملوا جزء تالت بنفس تكملة الجزء الاولاني، لان الجزء التاني ملوش اي علاقة تقريبا كان بالجزء الاولاني، ده كان بتاع جيش امريكاني مش عارف كان ايه القصة بالظبط، انا شفته من زمان جدا. انما رونج تيرن من بعد الجزء التالت حرفيا السلسلة يعني راحت في 60 داهية، اللي هو حتى ما دوش ريت 2/10 حرفيا يعني. فانا الفيلم ده التريلر بصراحة شدني، وفي نفس الوقت مش عايز احط هاي هوبس على الفيلم ده، خصوصا ان من بعد زي ما قلت بعد الجزء من بعد الجزء التالت الافلام كانت زي الزفت. فانا للفيلم ده حدي الترقب بالنسبه لي هيبقى 5/10. هو من ناحيه هتفرج عليه هتفرج عليه، لان انا اصلا حرفيا بستنى اي فيلم جور بينزل، لان انا بصراحه بحب الافلام الجور. عشان اكون صريح معاكم انا بحب الافلام دي جدا، بحب رونج تيرن، هيلز هاف آيز، وسو، تكساس تشينسو ماساكر، كل الافلام اللي هي اللي فيها جور اللي فيها دم بزياده دي انا بصراحه بحبها. بس الافلام اللي بتغوط قوي بقى اللي هي الافلام اللي فيها دم قوي زياده عن اللزوم واللي فيها تقزز زياده عن اللزوم دي ما بحبهاش، زي مثلا ذا هيومن سنديبيد. انا بكره فيلم ذا هيومن سنديبيد بصراحه، اتفرجت على الثلاث اجزاء زي الزفت بصراحه، ده انا ما بصنفوش جور، انا بصنفه مريض، او المخرج مريض، او اللي كاتب الفيلم ده واحد مريض حرفيا، سايكوبات في دماغه يعني، في حاجه بايظه في دماغه فقرروا ان هم يعملوا فيلم ده، انا ما بسموش جور، ده انا بسميه قرف. لكن رونج تيرن انا بصراحه بحبه، انا كل واحد وذوقه، في ناس بتحب الافلام الرومانسيه، في ناس بتحب الافلام الدراما، انا بحب كل حاجه، يعني one of my favorite categories. انا بحب بصراحه الافلام الهورر الجور، او سموها جور هورر وات ايفر يعني، انا بحبها. الفيلم ده مش عايز اديله هاي هوبس، هتفرج عليه، هو هينزل في فبراير ان شاء الله باذن الله الشهر الجاي. الظاهر ان الفشخه او يعني زي ما قلت لكم السنه 2021 شكلها بقى من ناحيه الافلام بقى اللي هو تعالي هلي علينا بقى، في 2020 شبه ما فرجناش على اي حاجه، ف 2021 بقى داخله كده سخنه علينا اللي هو في لا في افلام. مش عايز اديله هاي هوبس، مستني الفيلم، هتفرج عليه، اتمنى ان هو يعجبني وما يكونش ليه علاقه خالص بالسلسله بتاعت الاجزاء القديمه خالص، يكون حاجه لوحده كده، واتمنى ان هو يعجبني اكتر من بعد التلات اجزاء او من بعد الاربع اجزاء الاخر، لان كانوا بصراحه كانوا ما كانش ليهم اي لازمه ان هم حرفين يتعاملوا يعني. بس اتمنى الفيلم ده بجد يعجبني، ان هو لما يجي ينزل التريلر بصراحه حلو، والميوزك او بالنسبه للفوكال بتاعت البنت الصغيره اللي بتغني في التريلر بصراحه مخليه التريلر اكتر مور كريبي يعني. بس ما عنديش اي حاجه تانية اقولها عن فيلم رونج تيرن، اتمنى الحلقه تكون عجبتكم ان شاء الله، اشوفكم في فيديو تاني قريب، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم، ما تنسوش برده تعملوا سبسكرايب للشانل التانية اللي اسمها هوم الون، هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكربشن، ولو حابين تعملوا لي فولو لايك على فيسبوك وتويتر وانستغرام برده هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن، وباي باي.